دلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة العاشرة من الدوري المصري. بالنسبة لأخبار النهاردة، هتشهد جامعة القاهرة احتفالية عيد العلم الـ 18 لتكريم عدد من الوزراء و60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عام 2022، وده في تمام الساعة 5 مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة العاشرة من عمر المسابقة. هيلتقي زد مع الداخلية الساعة 4 العصر، وفي 7 مساءً هيلتقي سموحة مع طلائع الجيش. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 3 مباريات في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة. هيلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس الساعة 9:30، في نفس التوقيت هيلتقي برنتفورد مع وولفرهامبتون. الساعة 10:15 هيلتقي إيفرتون مع مانشستر سيتي.